هنتكلم بقى دلوقتي، بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم على الفيت اوف ثرومبس. كلمه سيكونس او سيكولي يعني نهايتها ايه، هتحصل فيها ايه. ثرومبس اهي في الوعاء، اللي هينتج الكومبليكيشن اوف ثرومبس اور فيت ذا فاينل استنيشن او فاينل فاينلايزيشن اوف ذا ثرومبس، اتس ديبند اون هي سمول ولا لارج، هي معاها سيبتك ولا اسيبتك. يعني ايه سيبتك؟ فاكرين لما قلنا يعني معاها بص، ات مي بي كومبليكيشن ويز انفكشن. لو كانت سيبتك يسمى لما تتكسر تسمى امبولاي، لما الثرومبس تتكسر هنعرف انواع الامبولاي دلوقتي. خليكي حاطه في اعتبارك كلمه تروح تعمل بايميا. يعني ايه كلمه بايميا؟ سيركيوليتنج of the circulating of the septic emboli in the blood. في انواع للبايميا مش هتدرج اليها دلوقتي عشان ما تتلخميش، في سيستميك بايميا وفي بورتال بايميا. سيستميك يبقى تروح لللنج، وبورتال جايه من البورتال سيركيوليشن تروح للليفر، يا اما تعمل بايميك ليفر ابسس او بايميك لانج ابسس. خليكي بس كده على استحياء لغايه ما نبقى نشرح لك يعني ايه بكتيريال انفكشن. لكن انا بقول لك الفيت هيتحكم فيه هي معاها انفكشن ولا ما معاهاش. طيب ما معاهاش، معاها انفكشن، يا سيبتك امبولاي يا بايميا تروح تعمل لي ابسس، خراج في الرئه او في الايه او في الكبد. ما معاهاش انفكشن، يتحكم هي كبيره ولا صغيره، هي سمول ولا لارج. صغيره خالص بما انها ما تشكليش اي مشكله، تعمل ممكن الحمد لله تتدارك ويحصل لها فايبرينولايسس تدوب. اكبر سنه من الصغيره انكوربوريشن. يعني ايه انكوربوريشن؟ انكوربوريشن يعني هتكون جزء لا يتجزا، هتتغطى كفرنج باي اندوثيليوم، وتصبح هنا سورس ان ممكن يعمل اثيروسكلروزس او وات سكول، تصلب في الشرايين. يبقى هنا ممكن تعمل لي هنا محطه في يوم من الايام لما نيجي ناخد الكارديو فاسكولار، تعرفوا ان ممكن السورس اوف اثيروسكلروزس از انكوربوريتد ثرومبس، يعني تتغطى بالاندوثيليوم وتبقى مكان. كلمه انكوربوريشن يعني تبقى كده زي ما احنا اتفقنا، تتغطى بالاندوثيليوم. طيب اكبر شويه وكبرت هتعمل لي اوكلوجن. الاوكلوجن ده وانس انها تبقى كده يقوم تقوم مليانه المكان ده اللي هي الثرومبس دي، تستدعي بلاد فيسلز وفايبروبلاست، تستدعي جرانيوليشن تيشو، تعمل وات سكول اورجانيزيشن. اورجانيزيشن يعني منظمه، منظمه منظمه من مين؟ منظمه عالميه من مين؟ هي ثرومبس معاها بليتلت وفايبرين وار بي سيز، وهتجيب تستدعي جرانيوليشن تيشو اللي هو فورمت فروم ايه؟ نيولي فورمت كابيلاري اند فايبروبلاست. في اللحظه دي ربنا اكيد ان شاء الله هيحصل فيه تشينجز فيها، مش ممكن هتسد البلد والانسان ممكن طب يدس، يحصل فيه اورجانيزيشن ويز كانالايزيشن، يتفتح فيها شبابيك. اما يتفتح فيها شبابيك عشان يحصل فيه ريكونستراكشن يعني ريكونسيوم للبلد، يبقى ذا فيرست اوف اول اسيبتك سمول اور لارج. سمول يا تدوب فايبرينولايسيس او انكوربوريشن. طب لارج بقى اول حاجه هتعمل منظمه اورجانيزيشن. وات از ذا مينينج اوف اورجانيزيشن؟ ثرومبس فورميشن ويز نيولي فورمد كابيلاري اند فايبروبلاست، يحصل فيها شبابيك، تبقى اورجانيزيشن ويز كلمه كده يعني ويز كانالايزيشن، فيها كانال يعني كانالايزيشن يعني مكان سريان الدم عشان يحصل فيه انها تمشي. يبقى بروفريشن اوف كابيلاري وكانالايزيشن مينز تو ريسيوم البلاد. طب ربنا بقى ان شاء الله يعمل لنا ايه؟ ممكن يحصل لها وات سكول ميتاستاتيك، انه فاكرين لو تفتكروا معايا تحصل لها كالسيفيكيشن. كالسيفيكيشن دي تبقى زي ايه؟ ديبوزيت عليها كالسيوم، تندمل ويحصل لها شرينكج. طب ما حصلش كل الكلام ده، ممكن تتكسر،
لما تتكسر هنا تسمى ديتاتشد ثرومبس. ديتاتشد يعني اتكسرت، ويوم ما تديتاتشد كده تعمل لي ديتاتشد ثرومبس تسمى عليها ديتاتشد امبولاي. لما نخش للامبولاي واشرح لكم دي نوع منها اسمها ديتاتشد ثرومبس، يعني امبولايزيشن بارت اوف ذا ثرومبس مي بي ديتاتشد از امبولاي اند كاري انتو ذا سيركيوليشن. هي اسيبتك، والله اسيبتك، اسيبتك تعمل لي واتس كول انفاركشن. فاكرين كلمه لما قلنا في الاول يعني ايه انفاركشن؟ تيز اريا اوف كواجليتيف نيكروزز ديو تو سادن كات. سادن كات منين؟ من دين امبولاس اهي، وتبقى اسيبتك امبولا. يعني لما انا دلوقتي رسمت لو تفتكروا الكلى، وقلت لكم الكلى كده وفي هنا مثلث، هنا البلاد سبلاي عامل فان اتسد بثرومبس زي دي اللي هي ديتاتشد امبولاي. يبقى الفيت اوف ثرومبس اكوردنج هي سيبتك ولا اسيبتك؟ سيبتك. يبقى خلاص عرفنا قصتها انها بايميا. اسيبتك سمول ولا لارج؟ سمول فايبرينولايزز، سمول كو كوربوريشن او انكوربوريشن بقت مكان ليه اثيروما. اثيروما يعني بعد كده اثيروسكلوز، هتكبر اكتر وتعمل لي اورجانيزيشن معاها نيولي فورمد كابيلاري وفايبر بلس، او ان شاء الله يحصل لها كانالايزيشن تبقى اورجانيزيشن ويسكانالايزيشن، اور ات مي بي ديتاتشد، ات مي بي ديتاتشد ثرومبس، او يحصل لها شرينكد وتبقى كالسيفيكيشن. عندي هنا احنا خلصنا الفيت، لكن عشان قبل ما نخلص خالص نقول بقى هل ممكن الثرومبس ديت بعد ما نخلص الكلام ده كله وكل الفيت اللي احنا عملناه ده، ايه الفرق بين الثرومبس والكلوت؟ طب يا دكتوره سوير اخر الكلام، لو انا عايزه اذاكر الثرومبس هذاكرها ازاي؟ هنقول هنذاكرها ازاي بس ما اخلص وات از ذا ديفرنس بتوين ثرومبس اند كلوت. ثرومبس اند كلوت، كلوت يعني حته دم متجلطه. الثرومبس هنا بتبقى دايما زي ما انا عاملاها لك في الجدول كده، الجدول الجميل ده يا ريت تاخدي بالك منه. الثرومبس بنقول فايتال بروسيس اوكيرنج اونلي ديورنج لايف، دي فايتال اور نوت فايتال يعني ممكن بعد الوفاه. اونلي ان فيفو يعني جوه الاوعيه الدمويه، ان فيفو اند ان فيترو يعني ايه ان فيفو اند ان فيترو؟ والانسان بيعمل عمليه، الدكاتره هم بيعملوا، مش الدم بيحصل له كلوتس فيبقى ده اوتر البلاد فيسلز. اونلي ان فيفو هنا اونلي ان فيفو ان فيترو، بلاد ان موشن الدم ماشي في سريان، هنا البلاد اولموست اولوز بيبقى ستاجنت. البليترت ار اسينشال، هنا بيبقى الفايبرين از مين اليمنت. لاين اوف زان، هنا ما فيش لاين اوف زان لان دي مش بروسيس اوف ثرومبس فورميشن، دي حته دم اتجلطت. ممكن انا اكون بعمل عمليه وتكون حته دم مشيت في الوعاء، مش هتبقى لازقه في الوعاء. عايز اقول لك نقطه مهمه بعد ما اخلص، الادرنت تو ذا فيسلز نوت ادرنت. طيب دراي اند فرايبل، هنا ويت اند الاستيك. افتكري لي هنا انا كاتبه لك كلمه هنا مهمه جدا، ليه الوعاء الدموي مش عاده ليه نورمالي البلاد نوت اثرومبوجينيك؟ ليه بلاد فيسلز واي ار بلاد فيسل نوت يعني ما بيعملش ثرومبوجينيك؟ عشان البلاد فيسلز الهيلسي محتوي على نيتريك اوكسيد اللي بيمشي الدم في سريان محترم، والنيتريك اوكسيد دوت او البروستاسايكلين اند انتي ثرومبين بيمنع تكون الجلط. يبقى اول حاجه عشان اذاكر الثرومبس لازم اكون حاطه في دماغي ان انا اقول وات از ذا ديفينيشن اوف ثرومبس. ثرومبس هذاكر الثرومبس، ديفينيشن سايت اوف ثرومبس، كوزز اوف ثرومبس، ميكانيزم اوف ثرومبس، وات از ذا فيت اوف ثرومبس، What is the difference between thrombus and clot؟ كل الكلام ده مهم، وبالتوفيق لكم كلكم يا حبايبي، مع السلامة.